إلى الذين يصلون على ثرى القدس، الذين يحفظون صفحات عظيمة من تاريخنا العربي، الذين يحافظون على معالم إسلامية شاهقة، الذين يبشرون ببزوغ فجر صادق عربي. يا ليتنا مثلكم نحيا في القدس، يا ليتنا نصلي في رحاب المسجد الأقصى. لكم منا ولأطفالكم وأهلكم ألف ألف تحية. حفظكم الله من شر الكائدين، ونصركم على من ظلمكم، وأيدكم الله بنصر مبين.